الأهمية هذه المرة من الاحتفاء بيوم الأسرة يأتي من كون أن هناك موجات عالمية تستهدف قواعد بناء الأسرة وتحاول تغيير قناعات الناس ليعيشوا بشكل منفرد بدلاً من تكوين أسرة تقوم على أساس الترابط والعيش في جماعات. وبهذه المناسبة نعيد دائماً التذكير بأن قوة مجتمعنا وأمنه من قوة تماسك أسرنا واستقرارها، وهذا الاستنتاج إنما نستدل عليه من الشريعة الإسلامية وقيم هويتنا الوطنية.